السلام عليكم، انا باقي عيسى وفي هذا الفيديو راك راح تتعرف عليا. السلام عليكم، انا باقي عيسى، جزائري من ولايه سيارت مدينه قصر الشلاله تحديدا، طالب سنه ثالثه اعلام. اخترت هذا التخصص عن قناعه لاني ملي كنت صغير نحب نكون اعلامي في المستقبل، ولانه من خلال الاعلام تقدر تساهم في تغيير بعض المظاهر السلبيه في المجتمع، وهذه اهم نقطه شدتني لهذا المجال. ولأن الإعلام يتطلب الممارسة قررت نفتح قناة على اليوتيوب وسميتها عيسى تشانل. محتواها عبارة عن منوعات هادفة في مجالات مختلفة، يعني الدراسة، الصحة، الثقافة، وكذلك الجانب الديني والثقافي. قناتي انطلقت بـ7 مشتركين وهم أفراد العائلة اللي نعتبرهم جمهوري الأول، هم اللي شجعوني على الدخول لهذا المجال، ومن بعد بدأ يكبر هذا العدد بشوية بشوية وراح يزيد يكبر إن شاء الله، وهذا بدعمكم أكيد. وقبل ما نختم حبيت برك نشكر المطعم التقليدي محروسة عند مومو اللي فتح لنا المجال باش نصوره في هذا المكان الجميل بالقصبة، وكذلك نشكر محمد توفيق بوشالة اللي تولى عملية التصوير والمونتاج. وانتم متابعيني شكرا لكم على كل هذا الدعم وعلى التعليقات اللي كل ما نقراها نفرح وتشجعني باش نستمر وتحفزني باش نبذل المزيد من الجهد لكي اقدم لكم الافضل. هذا انا عيسى باقي صاحب قناة عيسى تشانل، صح رمضانكم.